بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معنا أسئلة الدرس الخامس، الدرس الأول من الفصل الخامس. أول سؤال بيقول لك: شدة الإشعاع عند الترددات العالية جدا في منحنى بلانك. طبعا منحنيات بلانك دي بتوضح العلاقة ما بين شدة الإشعاع والطول الموجي عند درجة حرارة معينة. زي المنحنى ده، أنت عندك هنا العلاقة ما بين شدة الإشعاع والطول الموجي، وكل واحد من دول عند درجة حرارة معينة. طبعا ده درجة حرارة أعلى من ده. وطبعا احنا عارفين ان من منحنيات بلانك او من العلاقه دي عند الترددات الكبيره جدا اللي هي عند اللمضه الصغيره جدا، والترددات الصغيره جدا اللي هي عند اللمضه الكبيره جدا، شده الاشعاع بتقترب من الصفر. رقم 2، الرسم البيان المقابل يمثل العلاقه بين شده الاشعاع والطول الموجي لمضه لاشعاع جسمين ساخنين A و B، فتكون النسبة بين درجتي حرارتيهما المطلقة TE على TB. طبعا العلاقة ما بين الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع ودرجة الحرارة المطلقة دي علاقة فين أو قانون فين. قانون فين بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة بتاعة الجسم، درجة الحرارة المطلقة للجسم. فأنت عندك هنا التي بتاعت، عاوزين التي اي على التي بي، فدي هتساوي اللمضه بتاعت البي على اللمضه بتاعت الاي. طيب اللمضه بتاعت البي ب2 لمضه 1، واللمضه بتاعت الاي بلمضه 1، تشيل ده مع ده هيديك 2 الى 1. رقم 3 بيقول لك: جسم اسود درجه حرارته 3000 درجه كلفينيه، ادي التي 1، الطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع له لمضه، ده لمضه ام 1، إذا تم تبريده إلى درجة حرارة مطلقة T، ده T 2، أصبح الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع 10 لمضة، ده اللمضة 2 اللي هي لمضة M 2، فإن درجة الحرارة T تساوي نفس الفكرة. أنت عندك T 2 على T 1 بيساوي لمضة M 1 على لمضة M 2. هو هنا الـ T 2 هي الـ T، والـ T 1 بـ 3000 بيساوي لمضة M 1 اللي هي لامدا على لامدا ام 2 اللي هي 10 لامدا. شيل لامدا مع اللامدا، صفر مع الصفر، هيديك على طول ان التي بتساوي 300 درجة كلفينية. أربعة، إذا كانت درجة حرارة الجسم اكس أكبر من درجة حرارة الجسم واي، يبقى أنت عندك هنا التي اكس أكبر من التي واي، فإن نسبة الطاقة الكلية للإشعاع الصادر من الجسم إكس إلى الطاقة الكلية للإشعاع الصادر من الجسم واي. طبعا أنت عارف إن المنحنى بتاعك بيزاح للأعلى كل ما درجة الحرارة بتزيد، يعني درجة الحرارة بتاعت ده أعلى من درجة الحرارة بتاعت ده. عندك التي إيه أكبر من التي بي، فهو هنا بيقول لك درجة الحرارة بتاعت ده أعلى من ده، وطبعا شدة الإشعاع أو شدة الإشعاع الكلي بتاع ده، طبعا شدة الإشعاع ده هتبقى أكبر من شدة الإشعاع بتاعت ده. تمام كده؟ يعني بص كده للمنحنيين. فأنت عندك هنا بيقول لك إيه؟ فإن نسبة الطاقة الكلية للإشعاع الصادر من الجسم إكس اللي هو درجة حرارته أكبر، هتكون إيه علاقتها بالطاقة الكلية للإشعاع الصادر من الجسم واي؟ طبعا هتكون أكبر، أكبر من الواحد. ليه؟ لأن أنت عارف إن كل ما درجة الحرارة بتزيد المنحنى بتاعك بيزاح للأعلى، يعني شدة الإشعاع بتزيد. كل ما شدة الإشعاع تزيد معناها إن الطاقة بتزيد. خمسة، بيقول لك: الشكل المقابل يوضح مصباح كهربي متوهج، فتكون نسبة شدة الإشعاع تحت الحمراء الصادرة عنه إلى شدة الإشعاع المرئية. طبعا احنا خدنا في الكتاب او موجود في الكتاب ان المصباح المتوهج درجة حرارته 3000 درجة كلفينية، وبتكون 80% من الإشعاع الصادر منه إشعاع تحت حمراء، و20% بس مرئية. وبالتالي هنا نسبة شدة الإشعاع تحت الحمراء عنه إلى شدة الإشعاع المرئية هتبقى أكبر من الإيه؟ من الواحد. رقم 6، الشكل المقابل يوضح قطعة من الحديد مسخنة، فأي المواضع يكون لها درجة حرارة أقل. طبعا احنا عارفين برضو العلاقة ما بين التي، ايه العلاقة ما بين التي واللمضة؟ العلاقة ما بين التي اللي هي درجة الحرارة
واللمدة علاقة عكسية تي ام. وبالتالي كل ما درجة الحرارة بتزيد كل ما الام كل ما اللمدة هتقل. طيب انت عارف ان الوان الطيف بدأ من الاحمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي. وبالتالي هنا المفروض ده احمر بعد كده اصفر، فانت عندك الاحمر طول الموج بتاعه اكبر من الاصفر، معنى كده ان التي بتاعت الاحمر اقل من الاصفر. وبالتالي انت كل ما تروح كده كل ما درجة الحرارة ايه هتزيد. تاني، كل ما بتروح كده كل ما درجة الحرارة مالها، كل ما درجة الحرارة بتزيد. ليه؟ لان طول الموج بيقل، الاحمر اكبر من الاصفر، وبالتالي ده هيبقى اقل من ده، وبالتالي درجة حرارة الايه اقل من البي، اقل من السي، اقل من الدي. وبالتالي اي المواضع يكون لها درجة حرارة اقل هي الايه الايه. 7، من خصائص اشعة الكاثود انها، طبعا اشعة الكاثود دي هي الالكترونات، وبالتالي الالكترونات موجات كهرومغناطيسية غلط، ذات سرعة ثابتة غلط، جسيمات مشحونة تتأثر بالمجالات الكهربية والمغناطيسية الخارجية. 8، في أنبوبة أشعة الكاثود عند تغيير جهد الشبكة من سالب 20 فولت إلى سالب 50 فولت. طبعا هنا أنت عارف إن الشبكة دي جهد الشبكة بيبقى سالب، وطبعا سالب والإلكترونات المنطلقة من الكاثود بتكون سالبة الشحنة، وبالتالي بيحصل تنافر ما بين الاتنين. كل ما السالبية بتاعت دي بتزيد كل ما التنافر هيزيد، وبالتالي إيه شدة الإشاعة أو شدة الإشارة المرسلة هتقل. يبقى أنت عندك هنا تزداد شدة الإضاءة، أو شدة الإضاءة هي كمان تزداد شدة الإضاءة على الشاشة الفلورسية، طبعا ده غلط. تقل شدة الإضاءة على الشاشة الفلورسية ده صح. تاني كده، من سالب 20 لسالب 50 السالبية زادت، وبالتالي التنافر زاد، وبالتالي الإلكترونات المنطلقة سرعتها قلت، وبالتالي تقل شدة الإضاءة على الشاشة الفلورسية. 9، في أنبوبة أشعة الكاثود عند تلف الفتيلة، طبعا لو الفتيلة تلفت فأنت عندك هنا مفيش إلكترونات هتنطلق. ليه؟ لأن الفتيلة دي هي المسؤولة عن تسخين الكاثود، وبالتالي تنطلق منه الإلكترونات بالظاهرة الكهروحرارية، وبالتالي عند تلف الفتيلة مش هيبقى فيه إيه؟ أو أنبوبة أشعة الكاثود مش هتشتغل. تزداد شدة الإضاءة غلط، تقل شدة الإضاءة غلط، لا تضيء الشاشة الفلورسية صح. رقم 10 بيقول لك في أنبوبة أشعة الكاثود يتحرك إلكترون بسرعة V، نسمي ده V1، عند تعجيله بفرق جهد مقداره V. خليها عشان تفرق ما بين ده وده، خلي ده V كده وده V1. فإذا زاد فرق الجهد المؤثر على الإلكترون إلى 2V عندك ده V2، فإن سرعة الإلكترون تصبح، عاوزين ال V2. انت عندك احنا عارفين ان الاي في الفي بتساوي نص الام بتاعت الالكترون في الفي تربيع، طبعا دي كتلة الالكترون، وعندك هنا الاي شحنة الالكترون، والفي ده فرق الجهد، ده ثابت وده ثابت وده ثابت، وبالتالي عندك هنا الفي بتتناسب طرديا مع جذر الفي. خد الجذر بتاع الطرفين، ده تربيع بيتناسب مع ده، وبالتالي لما تاخد الجذر السرعة بتتناسب طرديا مع ايه مربع فرق الجهد. وبالتالي انت عندك هنا ال V2 على ال V1 اللي هي V بيساوي الجذر التربيعي لل V2 اللي هي 2V على ال V، ده هيروح مع ده هيساوي جذر 2، وبالتالي ال V2 بتساوي جذر 2V. رقم 11 بيقول لك يتوقف انبعاث الالكترونات من سطح كاثود خلية كهروضوئية على، عشان تنبعث الالكترونات فلازم يكون تردد الضوء الساقط اكبر من او يساوي التردد الحرج. لو بيساوي التردد الحرج الالكترونات هتنطلق دون اكتساب اي طاقة حرارية، يعني هتفضل على السطح دون اكتساب اي طاقة اسمها دي طاقة حركة. طيب لو يبقى انت هنا النيو اكبر من او يساوي بتاع الضوء الساقط اكبر من او يساوي النيو سي، لو بيساويه هتنطلق بس مش هتكتسب اي طاقة حركة، لو اكبر من النيو سي
هتنطلق وتكتسب طاقة حركة وتروح للإيه؟ للأنود. طيب هو هنا بيقول لك يتوقف على إيه؟ طبعا إحنا هنا بنقول النيو والنيو سي، وبالتالي هنا الضوء الساقط والنيو سي ده مرتبط بإيه؟ أو بيعتمد على نوع المادة، نوع مادة الكاثود. وبالتالي عندنا هنا حاجتين اللي هو تردد الضوء الساقط ونوع مادة الإيه؟ الكاثود. يبقى هنا نوع مادة الأنود، الأنود ملوش دعوة، نوع مادة الكاثود وتردد الضوء الساقط صح. طيب 12، إذا تضاعف تردد الضوء الساقط على سطح فلز فإن دالة الشغل لهذا الفلز. دالة الشغل مرتبطة زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي الـ AW بتساوي الـ H في النيو سي، وطبعا الـ AW دي بتتوقف على إيه؟ على نوع مادة السطح، والنيو سي كذلك بيتوقف على نوع مادة الإيه؟ السطح. أو اللي هو يعني الكاثود. يبقى انت عندك هنا لما تردد الضوء الساقط يتضاعف مش هيحصل حاجه لايه؟ للاي دبليو. رقم 13، اذا كانت داله الشغل لسطح معدن دي الاي دبليو، فان التردد الحرج لهذا المعدن هنعوض في المعادله دي ونجيب النيو سي. عندك هنا الاي دبليو بتساوي 3 و 3 1 2 5 في 10 اس 19 جول، بتساوي ال H في النيو سي، وبالتالي النيو سي بيساوي الرقم ده على ال H اللي هي 6 و 6 2 5 في 10 أس 34 هيطلع معاك 5 في 10 أس 14. إذا كانت دالة الشغل لسطح معدن ده الـ AW، فإن أكبر طول موجي للضوء الساقط عايزين اللامدا سي يعمل على تحرك الإلكترونات من سطح المعدن. طبعًا الـ AW إحنا لسه بنقول دلوقتي ان الاي دبليو بتساوي الاتش في النيو سي، والنيو سي عباره عن ايه؟ انت عارف ان السي بتساوي اللمده في النيو، وبالتالي النيو سي بتساوي السي على اللمده، وبالتالي ده عباره عن اتش سي على لمده، طبعا دي لمده سي، وبالتالي ده اقل تردد يسمح بايه؟ بتحرر الالكترونات من سطح المعدن دون ايه؟ اكسابها طاقه حركه. وبالتالي ده اقل تردد، يبقى ده هيبقى اكبر طول موجي يسمح بتحرر الالكترونات من سطح المعدن دون اكسابها طاقه حركه، وبالتالي الاثنين دول بيتناسبوا عكسيا مع بعض. المهم احنا دلوقتي عندنا الاي دبليو بتساوي 2 و 4 8 الكترون فولت، هتحول من الالكترون فولت للجول هتضرب في شحنه الالكترون، وبالتالي ده بيساوي 2 و 4 8 في 1 وستة من عشرة في 10 سالب 19 جول. طيب ده بيساوي ال H C على لامدا C. لامدا C ده اللي هو أكبر طول موجي زي ما قلنا، يسمح بتحرر الإلكترونات من سطح المعدن دون إكسابها طاقة حركة. طيب هنجيب ال H C إزاي؟ اللامدا C إزاي؟ اللامدا C بيساوي ال H C على ال E W اللي هو بيساوي ال H 6 و 6 2 5 في 10 سالب 19 في السي 3 في 10 أس 8 على الإي دبليو اللي هي 2 و 4 8 في 1 و 6 من 10 في 10 أس 19، هيطلع معاك في حاجة هنا، سوري بعتذر، ده 6 و 6 2 5 34، أنا بعمل إيه؟ 6 و 6 2 5 في 10 أس سالب 3 4 في 3 في 10 أس 8 على 2 و 4 8 في 1 و 6 من 10 في 10 أس سالب 19، هيطلع معاك الرقم ده تقريبا 5 في 10 أس سالب 7، طبعا ده هيبقى بالمتر. لو انت عايز تحول لانجستروم ممكن يجيبها لك في الاختيارات، تضرب في 10 اس 10 هيطلع معاك 5000، تقريبا 5000 انجستروم.
بدا 5 في 10 أس سالب 7. رقم 15 بيقول لك سقط ضوء طوله الموجي 3100 انجستروم. هشوف ممكن يجيبها لك بالانجستروم، قلت ده لمده، على كاثود خليه كهروضوئيه فانبعثت منه الكترونات كهروضوئيه اقصى قيمه لطاقه حركتها. يبقى انت عندك ده الكاينتيك انرجي ماكس. فان داله الشغل لسطح ماده الكاثود تساوي، عايزين الاي دبليو. طيب احنا هنا عندنا ايه؟ عندنا اللمدة بتساوي 3100 انجستروم، وعندنا الكينيتيك انرجي اللي هي اقصى طاقة حركة للالكترونات. طبعا بيقول لك اقصى طاقة حركة للالكترونات ليه؟ لان انت عندك هنا لو دي السطح بتاعك والالكترونات بتسقط، والقصد الفوتونات بيسقط، بتسقط الضوء بيسقط، فانت عندك في الكترونات بتبقى على السطح وفي الكترونات بتبقى تحت السطح بشوية. طبعا الالكترونات اللي تحت السطح بشويه طاقه الحركه بتاعتها هتبقى اقل من الالكترونات اللي على السطح، يعني لما الاثنين يمتصوا فاللي تحت هياخد ايه، هيحتاج طاقه اكبر من الالكترونات اللي على السطح، تمام كده. وبالتالي اكبر طاقه حركه دي اللي هي للالكترونات اللي على السطح مباشره، اللي هي في المستوى الاخير بتاعت الذرات اللي على السطح. وبالتالي دي على طول الكينيتيك انرجي بتاعتها بتساوي ايه؟ بتساوي الاي بتاعت الضوء الساقط ناقص الاي دبليو. يبقى القانون بتاع اينشتاين ده اللي هو بيديك العلاقه ما بين الكينيتيك انرجي وما بين التردد بتاع الضوء الساقط، ده بينطبق على الالكترونات اللي على السطح، اللي هي في الذرات اللي على السطح مباشره، تمام كده. طبعا سواء قال لك اقصى طاقه او اقصى قيمه لطاقه حركتها او ما قالكش، فاحنا بنعتبر ان دي اقصى ايه، اقصى قيمه لطاقه الحركه بتاعتك. المهم احنا دلوقتي عاوزين ايه؟ عايزين داله الشغل. هو انا برضو اعطيك الكينيتيك انرجي بتساوي 2.5 الكترون فولت. من هنا الاي دبليو بتساوي ايه؟ الاي دبليو بتساوي الاي ناقص الكينيتيك انرجي. طيب الاي بتساوي ايه؟ بتساوي الاتش سي على اللمدة بتاعت الضوء الساقط ناقص الكينيتيك انرجي، هيساوي الاتش 6 و 6 2 5 في 10 سالب 3 4 في السي 3 في 10 أس 8 على اللمدة اللي هي 3100 ده انجستروم تضرب في 10 أس سالب 10 ناقص كينيتيك انرجي 2.5 الكترون فولت، هتضرب فيه شحنة الإلكترون عشان تحولها للجول. هتطلع 2.4 × 10 في 10 أس سالب 19. طيب ده عبارة عن ايه؟ ده بالجول. عاوزين بقى نحول الالكترون فولت، هنعمل ايه؟ هنقسم على شحنة الالكترون. يبقى كل ده مقسوم على هيطلع معاك 1.51 او تقريبا 1.5. رقم 16 بيقول لك قيم الرسومات البيانية التالية يمثل العلاقة بين التردد نيو للضوء الساقط على سطح على سطح ودالة الشغل اي دبليو لهذا السطح. طبعا الاي دبليو لا تعتمد على ايه؟ لا تعتمد على تردد الضوء الساقط. طالما ان هي ما بتعتمدش يعني ثابتة لنفس السطح، وبالتالي هتبقى ثابتة كده. يبقى الاي دبليو ثابتة مع زيادة التردد، كل ما التردد بيتغير كده كده الاي دبليو بتفضل ثابتة. 17 سقط فوتون طاقته 3 اتش نيو.
يبقى ده الاي. على سطح فلز دالة شغله اتش نيو، فإن هذا الفوتون يستطيع أن يحرر عدد من الإلكترونات يساوي. طيب إحنا عارفين إن الإلكترونات بتتحرر لو كان تردد الضوء الساقط أو طاقة الضوء الساقط أكبر من دالة الشغل. طبعا هنا طاقة الضوء الساقط 3 اتش نيو ودالة الشغل اتش نيو، وبالتالي ده أكبر من إيه؟ من الإي دبليو. كده في إلكترون هيتحرر. طيب هل واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ طبعا الالكترونات بتتحرر، او كل فوتون بيحرر الكترون واحد، وبالتالي هنا هيبقى الكترون واحد. تمام كده. طب طبعا اتنين وتلاتة ما ينفعش، وطبعا صفر هيكون صفر امتى؟ لو الاي اقل من الاي دبليو. بس كده يبقى انت عندك كل فوتون بيحرر الكترون واحد. رقم 18، سقط الشعاع طوله الموجي على سطح معدن فانبعثت منه الكترونات كهربائية طاقة حركتها العظمى. فإذا سقط شعاع آخر طوله الموجي على سطح نفس المعدن فإن طاقة الحركة العظمى للإلكترونات الكهربائية تصبح دي الكينيتيك انرجي 2. نحل ده ازاي؟ طبعا هنا الاختيارات بتاعتك هتلاقي صفر أقل من نص الكترون فولت وأكبر من صفر، نص الكترون فولت أكبر من نص الكترون فولت. احنا عارفين ان الكينيتيك انرجي بتساوي الاي بتاعت الفوتون الساقط اللي هي اتش سي على لمده ناقص الاي دبليو. طيب هنا ايه اللي حصل للطول الموجي؟ الطول الموجي 2 اقل من الطول الموجي 1. طيب احنا عارفين ان الطول الموجي لما بيقل ايه اللي بيحصل؟ لما الطول الموجي ده بيقل الاي بتاعت الفوتون الساقط هتزيد، وبالتالي الكينيتيك انرجي هتزيد. تاني كده احنا عارفين لسه قايلين من شويه ان الاي بتساوي الاتش نيو او بتساوي اتش سي على لامدا، وبالتالي انت هنا لما الطول الموجي بيقل معناها ان اللامدا بتاعت الضوء الساقط بتزيد، او طاقه الضوء الساقط بتزيد. لما طاقه الضوء الساقط بتزيد ايه اللي هيحصل؟ طالما ان التردد بتاعك اكبر من التردد الحرج، او اللامدا اقل من اللامدا سي اللي هو طول الموج الحرج، فانت هتنبعث الكترونات. هو هنا اعطيك في الحاله الاولى لما كان طول الموج 3000 انبعثت الكترونات، وبالتالي لما طول الموج يبقى 2000 هتنبعث الكترونات برضو، لان طول الموج ده اقل من ده، وطبعا لان طاقه الفوتون الساقط زادت فطاقه حركه الالكترونات المنبعثه هتكون اكبر من ايه؟ اكبر من نص الكترون فولت، وبالتالي مش محتاج تحل دي، انت على طول هنا هتبقى اكبر من ايه؟ من نص الكترون فولت. اتمنى ان انت تكون استوعبتها. اللمدا 2 اقل من اللمدا 1 معناها ان طاقه الفوتون الساقط زاد. طالما ان طاقه الفوتون الساقط زاد و الطول الموجي او التردد اكبر من التردد الحرج، لان هنا انبعث الالكترونات في الحاله الاولانيه، فمعنى كده ان طاقة الفوتون أو طاقة الإلكترون المنبعث هتكون إيه؟ هتكون أكبر من نص إلكترون فولت. 19، إذا كان التردد الحرج لسطح معدن يقع في منطقة الضوء الأزرق، فإن الإشعة الساقطة على سطح هذا المعدن والتي تسمح للإلكترونات بالانبعاث منه تكون في منطقة الإشعة. طيب إحنا هنا بيقول لك التردد الحرج لسطح المعدن بيقع في منطقة الضوء الإيه؟ الأزرق. عشان الأشعة الساقطة تحرر الإلكترونات فلازم يكون التردد بتاعها أكبر من الإيه؟ أكبر من تردد الضوء الأزرق. طيب هو هنا أعطيك الأحمر، تردد الأحمر أكبر من الأزرق؟ لا غلط. إحنا عارفين إن ألوان الطيف أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق إلى آخره، ده أكبرهم في اللمدة وأقلهم في الإيه؟ في التردد. وعندك هنا وانت ماشي كده اللمدة بتقل والتردد بيزيد، وبالتالي الأزرق الطول الموجي بتاعه يعني هنا التردد الحرج لسطح المعدن هيبقى ايه؟ هيبقى أكبر من التردد بتاع الضوء الأحمر، وبالتالي مش هتنبعث الإلكترونات، يبقى ده مش هينفع. طيب مين في دول اللي الطاقة بتاعته بتكون أكبر من الطاقة بتاعت الضوء المرئي؟ مفيش غير الإشعة فوق البنفسجية، تحت الحمراء والراديوية بيكونوا أقل،
لان انت عارف برضو ان اشعه او الوان الطيف، سوري، الطيف الكهرومغناطيسي، عندك اشعه جاما، اشعه اكس اللي هي السينيه، بعد كده فوق بنفسجيه، بعد كده المرئي، بعد كده تحت الحمراء، بعد كده الدقيقة، بعد كده الراديو. طبعا ده أكبرهم في اللمدة وأقلهم في التردد، وأنت ماشي كده اللمدة بتقل والتردد بيزيد، أكبرهم في التردد هو إشعة الجاما، وبالتالي هتبقى فوق البنفسجية.